أقول لك سراً بيني وبينك يا دكتور أحمد بيني وبينك فقط وما حد يسمع تفضل وما حد يسمع لا ما حد يسمع إن شاء الله كن على ثقة <applause> كل المعطيات التي أملكها هنالك بعض الأجهزة الأمنية والاستخبارية وبعض السياسيين الموجودين داخل الحكومة العراقية يعلمون علم اليقين من هي الجهات التي تستهدف القواعد الذي يتواجد فيها المدربين والمستشارين كن على ثقه فلذلك هذا التنقل يا دكتور احمد هذا التنقل هذه العجله من اين جاءت وكم نقطه تفتيش موجوده في الطريق الان انا اذا تنقلت في منطقة في كما موجود المنطقة لراجمة الصواريخ تحمل كاتيوشا التي تتواجد فيها وأحمل مسدس سوف يتم إلقاء القبض عليه بسبب هذا المسدس فإذا هذه عجلة يا دكتور أحمد عجلة متوسطة الحجم تتنقل وهنالك نقاط تفتيش وقطعات عسكرية وقطعات أمنية في كل هذه المناطق فكيف لا يتم القاء القبض عليها؟ شوف دكتور احمد السيد الكاظمي انا احترم هذا الشخص لان لديه اراده وطنيه ولكن يستخدم استراتيجيه الاحتواء ولا يستخدم استراتيجيه الردع، اي بمعنى اخر يريد ان يصل الى حل سياسي مع الاجنحه السياسيه لهذه الميليشيات ولا يريد ان يواجه هذه الميليشيات وكما قلت لك واكرر هناك اجهزه امنيه واستخباريه واجهزه وسياسيون في المشاركين في الحكومه العراقيه يعلمون من هي الجهات بالضبط التي تستهدف هذه القواعد العراقية الذي يتواجد فيها المدربين والمؤسسة العسكرية العراقية في حاجة ماسة لهذا الدعم اللوجستي والتدريبي والاستقباري والجهد الجوي من القوات الأمريكية